مو انت اللي بتستسلمي بهالسهوله هي. امالي تحطمت يحيى. هالدموع مو بايدي هلا. لا تطلب مني خبي يوم بترجاك يحيى. ما رح اجبرك، بس رح اطلب منك انه تبتسمي. الموت شي محتم يا فادية، بس ليش لحتى نهدم البقيان من حياتنا بسبب الخوف منه؟ ليكي اليوم نحن مع بعض، فينا نبتسم اليوم طول ما نحن عايشين، ليش لحتى ما نبتسم؟ انت معك حق يحيى، طول ما نحن عايشين يحيى. قل لي شو القصة لحتى جبتني لهون بسرعة؟ لك يحيى، وين شارد؟ صفنان بهالبحر. شو القصة؟ صاير عم تتفلسف؟ سمير، ساوي شي واحد، تقبل إيميلي كبنتك. هلأ جبتني من شان هيك؟ بدي أحكي عن شي تاني، بس أنا بعرف منيح إنك بتحب إيميلي كتير. لا أبداً، مو صحيح. معناتها ليش ما بتزتها برات البيت؟ أنا بدي شوية وقت. بس لازم ما تستنى الوقت سمير، الوقت ما بيستنى حدا ابدا. كوني ابوها لانهار فهمت العلاقه يلي بين الاب وبنته. ايميلي اليوم كتير بحاجتك سمير. شو قصدك؟ قصدي قبل ما تموت احضن ايميلي وحسسها بحبك وحنانك لولا مره بحياتك. انت شو عم تحكي يا رجل؟ ليش؟ لان لا انا رح موت بكره ولا رح احضن ايميلي اليوم مثل اي اب. اذا خلصت حكيك هلا فانا رايح. دقيقه، كيف فيك تكون متأكد إنك رح تكون عايش لبكرة؟